الموسم الـ14 عبقرية المدارس ومباراة مهمة في دور الـ16. الفقرة الأولى اتجاوبت بالكامل، وهفكركم بالنتيجة. مغاغة المنيا 80، كلية رمسيس غمرة القاهرة 20. وكلية رمسيس عندنا تغييرين، ماريا رضا نزلت مكان ماروسكا ماجد، وماريز جون نزلت مكان مارتينا ماجد. ماريز، ازيك يا ماريز؟ الحمد لله. اول مشاركه، شعورك ايه؟ متوتره شويه الصراحه، بس انا متاكده ان احنا هنعرف نرجع كويس جدا. الثقه مهمه. احكي لي بقى حكايتك مع الكوره ايه؟ عايزه تبقى لاعبه كره قدم محترفه، ايه الحكايه دي؟ لقيت الكوره، يعني انا ابتديت العب كوره من وانا تقريبا عندي 5 سنين. لقيتها رياضه حلوه، يعني فيها تفكير، فيها جري، فيها ذكاء، مش كلها خد وشوط خد وشوط على طول. فانا صراحه حبيت اللعبه دي. بتشجعي مين؟ الاهلي وارسنال. الاهلي وارسنال، اشمعنى الارسنال؟ الصراحه بعد الموسم اللي فات انا ما قدرتش صراحه، كنت عايزه اشجعهم لان هم عملوا اللي عملوه الموسم اللي فات ده بيعتبر انجاز. المدرب عامل شغل عالي، ارتيتا عامل شغل كبير قوي. طيب وفي الدوري الاسباني بتشجعي مين؟ كنت بشجع مدريد عشان كريستيانو، بس دلوقتي ما خلاص بقى. الكلاسيكو اللي فات كنت قاعده اللعبه الحلوه، الله جون حلو الحمد لله. بس واضح انك بتحب الكوره بجد. واهلاويه صميمه. تمام. ماريا، ازيك يا ماريا؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ايه الموقف؟ هو الماتش صعب، بس انا حاسه ان احنا نقدر نرجع تاني في المباراه. كويس، شدوا حيلكم ان شاء الله. مغاغه عندنا تغييرين، مايكل سعيد نزل مكان إساف ايمن، ومصطفى محمد نزل مكان محمد منشاوي. مايكل، ايه رايك؟ لا تمام، عملوا اللي عليهم بصراحه. لا كويس، النهارده واضح ان في فرق في المستوى ما بين الماتش الاولاني والماتش الثاني. في تركيز كمان. كويس، برافو. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. فقره المعرفه 4 اسئله، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين محمد أمجد وفيرجينيا جوزيف. فيرجينيا محمد أمجد. معلومات عامة، والسؤال هو في أي مدينة سعودية تقع ثاني أطول ناطحة سحاب في الشرق الأوسط؟ في أي مدينة سعودية تقع ثاني أطول ناطحة سحاب في الشرق الأوسط؟ ارتفاعها 601 متر. الرياض؟ مش الرياض. هارد لك، إجابة خاطئة. جدة؟ ما فكرتش. جدة، إجابة خاطئة. برج الساعة. مكة. أيوة، هو ده مش أول واحد؟ الأول برج خليفة، الثاني برج الساعة أمام الحرم المكي. الرؤية واضحة للساعة من على مسافة 17 كيلومتر. البرج ده اتكلف حوالي 15 مليار دولار. أول سؤال ما يتجاوبش، مع إن سؤال كان ممكن يتجاوب. أرضك. السؤال الثاني في الرياضة، المعتز ومريز. مريز والمعتز. كرة بقى. أنا الحقيقة عشان عارف ان في بنت هتنزل فما رضيتش اسال في الكوره، وكنتش اعرف ان ماريز عندها الشغف والحب ده كله للكوره. ولا نسال في الكوره؟ يا ريت. ايه رايك؟ ماشي، اتفقنا. السؤال اللي جاي رياضه، والسؤال هو من هو اللاعب النرويجي الوحيد الذي سجل هدفا في نهائي دوري ابطال اوروبا لكره القدم حتى موسم 22-23؟ سولشاير. عندي بص، أنا عارف أنا عارف. كان في ماتش إيه؟ كان نهائي دوري أبطال أوروبا، كان مانشستر يونايتد قدام تقريبا برشلونة. لا، بايرن ميونخ 1999. قدام بايرن ميونخ في الدقيقة 92. كان في الدقيقة في الوقت اللي هو بعد من بلس 90، يعني كانوا خسرانين 1-0، سجلوا التعادل في الدقيقة 91،
وسولسكاير أو سولشاير سجل هدف الفوز في الدقيقة 93. المعلومات عندك والإجابة عندك، ولكن ده اللي كنت قلقان منه، إنها تخطف منك البازر. لا بس أقول لك حاجة، هي عندها الإجابة تستحق العشر نقط. إجابة صحيحة. هارد لك يا معتز، معلش معلش، هارد لك. نتيجة 30 كلية رمسيس، 80 مغاغة المنيا. دلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، مصطفى وماريا، ماريا ومصطفى، تكنولوجيا. والسؤال هو: في أي عاصمة أوروبية يقع المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا Nothing؟ Nothing في أنهي عاصمة أوروبية؟ اتأسست 2020، بتهتم بإزالة الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. أنا هقول لندن. مستنية إيه؟ انتوا الاتنين مستنيين إيه؟ اسمها Nothing، كلمة إنجليزي واضحة وصريحة. وللأسف أنا عارفها. إجابة صحيحة. 2021 جمعوا $1,000,000 في 54 ثانية. غلطانة يا ماريا. أسرع مشروع يلم المبلغ ده عن طريق التمويل الجماعي. نتيجة 90 مغاغة، 30 كلية رمسيس. قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 87 في 6 على 2 زائد 54 يساوي كام؟ 87 في 6 على 2 زائد 54 يساوي كام؟ كام يا مايكل؟ 315. إجابة صحيحة. برافو يا مايكل. هارد لك يا مارتينا. مايكل 10 نقط، النتيجة اتغيرت. 100 مغاغة المنيا، 30 كلية رمسيس القاهرة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا بتعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمن. سينما ومسرح. والسؤال هو: من هو السيناريست الراحل مؤلف مسرحية شارع محمد علي؟ إخراج محمد عبد العزيز، ابنه شاعر كبير قوي دلوقتي. وحيد حامد. ابنه مش شاعر كبير دلوقتي. ما انا كنت دست قبليها. ابنه مخرج كبير. إجابة خاطئة. بطولة شريهان، فريد شوقي، هشام سليم، وحيد سيف. ما عنديش إجابة صحيحة. مين؟ لينين الرملي. مين دلوقتي مشهور جدا في كتابة الأغاني؟ أيمن بهجت قمر. يبقى الإجابة مين؟ بهجت قمر. ده أنا سهلتها لكم جدا. المعتز، إجابة خاطئة. طبعا ده سيناريست عبقري، بهجت قمر الله يرحمه، ولازم تتفرجوا على أعماله. السؤال اللي جاي أغاني موسيقى. والسؤال هو: من هو الفنان الذي شارك أحمد فهمي غناء حندوس بفيلم خليج نعمة؟ عسيلي. العسيلي. إجابة صحيحة. محمود العسيلي. عشانات النتيجة اتغيرت. 40 كلية رمسيس، 100 مغاغة المنيا. لوحات ومعالم. والسؤال هو: في أي دولة اسكندنافية يقع متحف الفنون أوروس أورهوس؟ النرويج. 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 إجابة خاطئة. تأسس 1859 على مساحة 20,700 متر مربع. السويد.
السويد. إجابة خاطئة. دنمارك؟ في الدنمارك فعلا. من أكبر المتاحف الفنية في شمال أوروبا، 500,000 زائر سنويا. السؤال اللي جاي سؤال السهل الممتنع، سرعة البديهة. والسؤال هو: كم عدد أعلام دول المغرب العربي التي لا يوجد على علمها نجمة؟ مايكل. صفر. صفر. عندك إجابة تانية؟ هي كانت صفر بس ممكن أفكر. هارد لك، لأن صفر إجابة صحيحة. فعلاً صفر، لأن الجزائر والمغرب بريطانيا وتونس وليبيا وموريتانيا الخمسة على علمهم نجوم. نتيجة تغيرت 110 مغاية غلمينيا، 40 كلية رمسيس القاهرة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة بخمس تلاف جنيه بما يساوي 250,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 750,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية